يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. مزمور 91 آية رقم 15. الرب يستجيب الصلاة، معه أنا في الضيق. الرب معاك في ضيقتك، في أي ضيقة تجوز فيها الرب معاك، طالما أنت ليك علاقة حية معاه الرب معاك. لكن لازم تصلي، تطلب تدخل الرب. يدعوني، يدعوني، النتيجة فأستجيب له. من أعظم البركات اللي عطاها لنا الرب أنه يستجيب الدعاء، لأنه يستجيب الصراخ لما أصرخ للرب وأنا في ضيقة. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق. يعني الرب بيوعد هنا أنه يحسسنا بحضوره، تبقى شاعر أنك مسنود بالرب مهما كانت الضيقة ومهما كانت شدة الخطر، تشعر بحضور الرب. وفي ناس اختبرت كده، انها شافت حضور الرب وحست بحضور الرب بطريقة اروع واكتر من اي وقت كان في حياتهم. شعروا بحضور الرب بطريقة شعور قوي لما كانوا في خطر، لما كانوا في ضيقة. معه أنا في الضيق يعمل إيه الرب؟ إنقاذ وتمجيد، أنقذه وأمجده. وأمجده، تطلع من الضيقة بمجد مش بخزي. أنقذه وأمجده، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. زي ما حصل لدانيال، أنقذ من الأسود والملك مجده وعظمه. زي الثلاثة فتية أصدقاء دانيال، أنقذوا من أتون النار بمجد، أنقذوا وأمجده. ووعد الرب لينا، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. عزيزي المشاهد، لو ليك علاقة حية بالرب يسوع قول كده، الرب هيشبعني من طول الأيام، هيشبعني من طول الأيام، من طول الأيام أشبعه وأريه إيه خلاصي، وبعدين أنقذه وأمجده. وأرى لك من سفر دانيال الأصحاح الثالث الآية اللي بتقول إيه اللي قاله نبوخذ نصر بعد ما رمى التلاتة أصدقاء دانيال في الفرن، فرن النار المشتعل، المشتعلة آتون النار. أجاب وقال: ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين. هو رماهم مقيدين، شافهم محلولين، ده الإمبراطور، يتمشون في وسط النار. ألم نلقي ثلاثة رجال مقيدين في وسط النار؟ أجابوه وقالوا الملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: أنا ناظر أربعة رجال، إحنا رمينا ثلاثة مقيدين، شايف أربعة محلولين يتمشون في وسط النار، ومنظر الرابع شبيه، مختلف عنهم، شبيه بابن الآلهة. يبقى إذن شاف تأييد الرب ليهم. عزيزي المشاهد، لازم يبقى دائماً نحن لما نبقى في أتون النار، لما نبقى في ضيقة، الناس الغير مؤمنة زي نبوخذ نصر تشوف تأييد الرب لينا،
تشوف الرب معانا. يعني شاف ان الرب معاهم بطريقة واضحة. ثلاثة شافهم أربعة لما دخلوا أتون النار. ودي إحدى بركات الضيقات. الضيقات اللي بتبقى بحسب مشيئة الرب ويسمح بيها لأولاده أحد أهدافها إن العالم نبوخذ نصر يشوفوا الرب معانا ويشوفوه بطريقة واضحة. يعني يشوفوا النار اللي هي الضيق ويشوفونا ويشوفوا معانا الرب. عزيزي المشاهد قول كده نعم نعم لن أدخل في ضيقة لخزي. مش هدخل ضيقة للخزي. هدخل لو الرب سمح لي أدخل في ضيقة فده لمجد. هيبان بوضوح للجميع انه معايا. هيبان بوضوح للجميع تأييده ليا. يعني نبوخذ نصر ما شافش الرب معاهم الا لما دخلوا اتون النار. في اتون النار مهما كانت النار مشتعله وقويه الرب يخلي الناس اللي حوالينا شهاده بقى ليه انه امين لكلمته اللي هو قال فيها ايه معه انا في الضيق. انقذوا هينقذهم الرب ويمجدهم ومجدهم الرب. عزيزي المشاهد لو انت في ضيقه مش صدفه انك بتسمع هذه الكلمات. تمسك بهذا الوعد ان الرب ينقذك ومش بس انقاذ انقاذ ومجد. تمسك بكلمات مزمور 91 اخر كلمات مزمور 91 يدعوني فاستجيب له. تمسك بهذه الآية معه أنا في الضيق يبان حضوره معاك. أنقذه سينقذك وسيمجدك. عزيزي المشاهد تعالى معي الآن إلى سفر صموئيل الثاني أصحاح 13 بنكمل التأمل في مقتل الابن البكر لداود اللي هو أمنون. أبشالوم بعد سنتين بينتقم من أمنون. الرب بيقول لنا اوعى تنتقموا. دي آية لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. اعطوا مكانا لانتقام الرب. إنما أبشالوم ملوش علاقة مع الرب. في الواقع التلاتة اللي درسناهم أمنون وسمار وأبشالوم ملهمش علاقة مع الرب. دي مسؤوليتهم طبعا. لكن كمان مسؤولية الأب والأم. مسؤولية داود وأم أمنون ومسؤولية داود وأم أبشالوم وسمار. يعني الأب والأم مسؤولين إن أولادهم يطلعوا يعرفوا الرب بصلواتهم بإيمانهم حريصين إنهم يروحوا مدارس أحد الأطفال حتى لو كانت بعيدة. الأب والأم يطلعوا من وقتهم يبقوا حريصين زي ما هم حريصين إنهم يودوهم مدارس يبقوا حريصين أكتر إنهم يودوهم مدارس أحد ويقعدوا معاهم ويصلوا من أجلهم ويبقوا قدوة ليهم. ما أحد أسباب الضعف مش الروحي بس وحتى الأخلاقي في أولاد داود إنه ما كانش قدوة ليهم لما زنى وقتل. وهما قاعدين يأكلوا أولاد داود عند أبشالوم كان عامل حفلة ومدبر الجريمة في هذه الحفلة. أوصى أبشالوم غلمانه عنده غلمان قائلا انظروا. وهنا تلاقي الغنى سبب. يعني هو عشان غني عنده غلمان. وسبب برضو اغتصاب سمار انها كانت جميلة. المشكلة مش في الجمال والمال لا. انما العطايا دي من غير الرب تجيب اذى. يعني لو سمار مش جميلة ما كانش اغتصبت. ولو هو ما عندهوش إمكانية يعمل وليمة وعنده غلمان
ما كانش الخطة نجحت. هل العيب في الجمال والعيب في المال؟ لا، إنما الجمال من غير الرب مؤذي والمال من غير الرب مؤذي. الأمان إن كل حاجة تبقى أخدها من إيد الرب ولمجد الرب، إنما شوف البركات تتحول زي ما قال سفر ملاخي، قال عن بركاتكم، دي بركة إن شخص يبقى جميل، دي بركة إن شخص يبقى عنده فلوس، إنما البركات تتحول إلى مصادر أذى لعنات لما بعد عن الرب. نجاحي يتحول لتحطيمي، الصفات الكويسة اللي عندي أتأذي بسببها. من غير الرب مفيش بركات، من غير الرب البركات تتحول إلى لعنات. عنده غلمان غني أبشالوم، قال لهم انظروا متى طاب قلب أمنون بالخمر، هيستغل الخمر. وما ننساش ان داود حاول يستغل الخمر، حاول مع زوج اللي زنى معاها أورية الحسي. يعني هنا التشابه بقى بالقصص، هنا في خمر وهنا في خمر، هنا في قتل وهنا في قتل، هنا في زنا مع داود وهنا في اغتصاب، يعني زي الزنا، وفي قتل زي ما داود قتل، في قتل، في خمر في خمر. متى طاب قلب أمنون بالخمر؟ ليه؟ عشان أمنون ده مش عايزه يقاوم، فيأثر عليه بإيه؟ زي ما داود، بس داود فشل في التأثير على أورية، لأني قلت لك في الحلقة دي بتاعت أورية إن أورية كان حريص إن ما يفقدش تركيزه. الملك بيشربه، لكن الدليل إنه اتصرف صح. الخمر خطر جدا جدا جدا، وفي آية تقول لك لا تكن من شريبي الخمر اللي بيتلفوا أكسته، يعني الخمر مش بيتلف بس الجسد، ده بيتلف قبل الجسد العقل. فهنا يعني تلاقي لما نوح العظيم شرب خمر وسكر، شوف حصل له ايه، بقي في موقف مشين. شوف الخمر عمل ايه في لوط، في علاقة جنسية سيئة، دخله في علاقة جنسية سيئة. الخمر شيء خطير جدا، الخمر شيء خطير جدا، هكذا تقول كلمة الرب. يعني هنا أمنون شربوه كتير، كل ما بيشرب أمنون مخه بيضعف، تركيزه بيضعف، يبقى سهل تقتله أول ما يسكر وعقله يبقى مش متحكم ومش هيقدر يصرخ. ما كلهم بيأكلوا مع بعض ومش عايزه يصرخ، لو صرخ زي ما بيقول الكسرة تغلب القوة، يعني أولاد داود كتار هيحموه. متى طاب قلب أمنون بالخمر وقلت لكم اضربوا أمنون اقتلوا، واوعى تخافوا، المسؤولية علي أنا، أليس إني أنا أمرتكم؟ فتشددوا وكونوا ذوي بأس. بس ما ينفعش أطيع الأكبر مني وأكثر وسيط الرب، ما ينفعش. يعني ما ينفعش غلمان أبشالوم يطيعوا أبشالوم ضد الوصية اللي بتقول لا تقتل. عشان كده الكتاب قال يعني في أفسس للأولاد إنهم يطيعوا أبائهم بس في الرب، وبطرس قال كده ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. يعني في أي موقف بتلاقي طاعتك في أي موقف بتلاقي طاعتك للأكبر منك تتعارض مع طاعة الرب، لا تطيع الرب. إنما دول
أطاعوا أبشالوم. ففعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم. سنه لما فقد الوعي بالخمر طاب قلبه يعني واتبسط و و و وبعدين أبشالوم بيراقب، أول ما شاف إن هو مش هيلحق يصرخ ولا يعمل، يلا هجموا عليه واقتلوه. ايه اللي حدث؟ يعني برضو لو هو ما كانش، لو هو كان حريص في شرب الخمر ما كانش هيتقتل. فقام جميع بني الملك، كل ولاد الملك بقى خافوا ارتعبوا وافتكروا ان أبشالوم هيقتلهم هم كمان. ليه؟ لانه فسروا ان أبشالوم عايز يرث الحكم من داود فيخلص على كل اولاد داود عشان محدش ينافسه. وزمان كانت القصه دي تحصل كتير في الامبراطوريات، ان ابن يخلص على الباقيين. طب حتى في الكتاب مع ابن جدعون قتل كل اخواته، واحد بس هرب يوسام برضو عشان السلطه. باسم الرب يسوع السلطة ما تقودناش للخطية، مش عشان أوصل أعمل خطية. ده إخواته افتكروا إن أبشالوم بيقتل، ابتدى بالبكر وهيكمل عليهم علشان السلطة. باسم الرب يسوع لا السلطة ولا المال ولا أي حاجة تقودنا لعمل خطية، لأن الخطية خادعة. هتعمل خطية عشان توصل، الخطيه هتأذيك جدا. المهم ركبوا كل واحد على بغله وحربوا، مع ان أبشالوم مش هيقتله لكن تهيأوا انه هيقتله. احيانا نتيجة الابتعاد عن الرب نعيش معذبين بسبب خطر مش موجود. يعني أبشالوم مش حاطط في ذهنه اطلاقا ان يقتله، بس عاشوا في فكرة انهم هيتقتلوا رغم ان مفيش، ده خطر وهمي. لما نبقى مع الرب مش هنحس بالاخطار الوهمية دي، مش هنتوهم حاجات مش موجودة، مش هيبقى عندنا وسواس. وحتى لما يبقى عندنا خطر هنشوف ان احنا محميين منه. انما زي ما قلت لك ان عائلة داود لم تنشأ في الايمان، ورغم ان ابوهم من اعظم رجال الله لكنه اهمل في تربيتهم. وواضح انه اتعلم الدرس زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، و الإهمال تحول إلى اهتمام، بس كانت بقى في الابن اللي جه بعد أبشالوم ما تقتل. هنا أمنون اتقتل، بعد كده أبشالوم اتقتل، سليمان. وفيما هم في الطريق بقى بيجروا راجعين أورشليم حيث الحماية، وصل الخبر إلى داود. ما الأخبار السيئة سريعة الانتشار وتتنقل أسرع من الأخبار الجيدة، هو ده العالم. يقول لك وصل الخبر إلى داود، ووصل لي في تضخيم للخبر، وقيل له قد قتل أبشالوم جميع بني الملك، كل ولادك ماتوا ولم يتبقى منهم أحد، مع ان كلهم هربانين، واحد بس اللي اتقتل. بس دي طبيعة الدنيا العالم. يعني يبقى مشكلة مثلا في حي، الناس تشوف ان المشكلة مش في الحي ده، الحي ده بس مش الخطر، لا دي كل البلد خطر. يبقى حاجة صغيرة تكبر. يعني ابن واحد مات بيه كلهم ماتوا، كلهم ماتوا، دي كارثة، كارثة بالنسبة لداود كأب وكملك.
وكارثة ان اللي يقتلهم واحد من اولاده ويقتلهم في وجوده. يعني اللي عمله ابن جدعون ده عمله بعد جدعون ما انتقل. بس دي كارثة، هنا دي كارثة، تضخيم الأخبار السيئة. يبقى في مشكلة بسيطة في الكنيسة تلاقيها وصلت ويتأدي كده، وهي المشكلة في الأساس بسيطة. دي ده إبليس بقى. يبقى إبليس هدفه إن أخبارنا السيئة تتضخم وتنتشر. اعلن إيمانك إن إبليس يفشل في هذا. وطبعا هدف إبليس إن الأخبار توصل لداود كده إن داود يموت صدمة لما يقولوا له كل ولادك ماتت، صدمة. يقول الكتاب قام الملك فورا ومزق ثيابه ورمى نفسه على الأرض، وكل اللي حواليه اللي بيخدموه راحوا ممزقين الثياب، وكل العيلة انتهت. يعني حتى لو مات الوقت داود ما فيش حد هيبقى ملك من العيلة دي. وجميع عبيده واقفون وثيابه ممزقة. هنا بقى ظهر شخص، شخص ده مين؟ يوناداب، اتكلمنا عنه قبل كده. يوناداب ده يقرب ايه لداود؟ ده ابن اخوه. يقرب ايه لأمنون؟ ده ابن عمه. يقرب ايه لابشالوم؟ ده ابن عمه. النصيحة بتاعته هي اللي عملت كل السيناريو ده. نصيحته لأمنون هي اللي خلت أمنون يقدر يغتصب سمار، واغتصاب سمار قاد بعد سنتين للانتقام، اني أبشالوم أخو سمار الشقيق انتقام وقتل أمنون. يعني هو السبب. جاي هنا بقى في موقف اللي هيشجع داود. ليه؟ شخص نفعي بيدور على مصلحته، عايز يبقى ليه دور في المملكة، يهمه علاقته مع الملك. بس المحبة الحقيقية لا تطلب ما لنفسها. وأكمل معاك وأشرح إيه اللي عمله هذا الشخص السيء يوناداب في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.